بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، الله جل جلاله خالق السماوات والأرض وخالق الإنسان وخالق الزمان، فالخلق خلقه جل جلاله والأمر أمره سبحانه وتعالى. والخالق جل جلاله الذي خلق فأبدع، والذي دبر فأحكم، والذي شرع هذا التشريع الحكيم، هو صاحب الحق أن يختار من خلقه ما يشاء، وأن يفاضل بين خلقه ما يشاء، فهو المالك جل جلاله وهو العليم الحكيم سبحانه. فقال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله عز وجل العليم الحكيم الخلاق العظيم اصطفى من الزمان أوقاتا وأياما وشهورا وفضلها وقدمها على غيرها من الأوقات والأزمان والأيام والشهور، ففضل شهر رمضان الكريم، وفضل من شهر رمضان العشر الأواخر، وفضل من العشر الأواخر ليلة القدر، واصطفاها لنزول هذا الكتاب الكريم، وفضل جل جلاله أيضا من الشهور الأشهر الحرم، وهي شهر الله ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر، فهذه أربعة أشهر هي الأشهر الحرم. وكذلك الله سبحانه وتعالى اختار من الأزمان أشهر الحج، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، واختار سبحانه وتعالى من أشهر الحج العشر المباركات وهي عشر من ذي الحجة، واصطفى هذه الأيام وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وأخبر الله جل جلاله عنها في كتابه الكريم، فقال عز وجل: والفجر وليال عشر. وأظهر أقوال أهل العلم أن المقصود بالليالي العشر في هذه الآية الكريمة هي العشر من ذي الحجة. وأيضا أخبر الله عز وجل عنها في قوله عز وجل في سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فروى الإمام البخاري رحمة الله عليه بسند معلق بصيغة الجزم في صحيحه عن ابن عباس أن المقصود بالأيام المعلومات هي العشر، وروي ذلك عن أبي موسى
وروي ذلك عن عطاء، وروي عن الحسن البصري وابن جبير، وهو قول الشافعية والحنفية والرواية المشهورة عن الإمام أحمد أن المقصود بالأيام المعلومات هي هذه العشر. وهذا التمييز لهذه الأيام المباركات لبيان فضلها ومكانتها عند الله هذا من جهة، والأمر المهم بالنسبة لك أيها الإنسان ولنا جميعا أن نعلم أن الله جعلها أيام فرصة للعمل الصالح وللتسابق فيه بالخيرات، وخصوصا ذكر الله عز وجل، وهي هذه الأيام المقبلة علينا والتي نسأل الله بمنه وفضله وكرمه وجوده، وهو أكرم الأكرمين جل جلاله، أن يبلغنا إياها وأن يوفقنا لعمل صالح فيها. فالله الله أيها الأخ الكريم، في العزم الصادق والنية الصادقة أن نستقبل هذه الأيام بعمل صالح، والله الله أن نجتهد في عمل صالح في هذه الأيام التي ستحل بنا بعد فترة قصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ورضاه، إنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.